إذا مشاهدينا متتبعينا أينما كنتم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم فوت أن وان. هذا البرنامج الذي مبني على تحديات مع ضيوفنا سواء كانوا لاعبين أو إعلاميين أو حتى فنانين، سنشاهد مستواهم في كرة القدم بتحديات داخل أرضية الميدان. نذكركم بأن التحدي الأول هو مبني على التسديد داخل خارج منطقة العمليات أقول، والتحدي الثاني مبني على الكرات العرضية والتسديد على الطائر، في التحدي الثالث مبني على الكرات وجها لوجه أو الانفراد مع حارس المرمى، أما التحدي الرابع فهو يعتمد على ضربة الجزاء لنختمها بمحاولة تسديد الكرة من نفس خط الركنية وتسجيلها في الشباك. خلونا ننتقل معكم باش نشوفوا ضيفنا لنهار اليوم. إذا مشاهدينا، ضيفنا لنهار اليوم هو الكوتش واللاعب سابق أيضا مصطفى كويسي، المدرب الرياضي الذي سبق له أن عمل خارج الجزائر بنادي العربي القطري وأيضا داخل الجزائر في الفئات الشبانية لاتحاد الحراش. الأخ مصطفى، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخ يوسف، وتحية خالصة لكل مشاهدينا الكرام. شكرا. قبل ما نبداو كما عودناكم ديما راح نشوفوا الذوق الفني تاع ضيفنا النهار اليوم، قبل ما نبداو حابين نطرح لك بعض الاسئله التي تتعلق بافضل لاعبين متواجدين في الجزائر وفي العالم ايضا. نبداو بافضل حارس في العالم بالنسبه لمصطفى كويسي. حاليا والله حاليا نشوف الحارس ليفربول هو البرازيلي أليسون. شوفوا أحسن حارس في الجزائر. في الجزائر والله صعيب، في الجزائر كاين ممكن نذكر اسمين أو ثلاثة من بينهم، لأن احنا ما راناش نتبعوا بزاف أكثر، رانا منحطين قندوز ربما حارس المنتخب. حقيقة هاك ذكرتني بقندوز، أنه يعتبر من أحسن الحراس على المستوى المحلي، وفيه فيه آخر متى أنا نشوف الحارس اللي راه في الحارس قايا مرباح يعتبر يعني جزائري. يعتبر من أحسن الحراس، من أحسن الحراس. جميل. أفضل مدافع في العالم فيه فان دايك مش في المستوى. لا أراوخو مدافع برشلونة هذا الموسم يقدم مستوى. أراوخو وكاين مدافعين تاع مانشستر سيتي فيه المدافع المحوري ستونز نعم مدافع الإنجليزي، يعتبرين فيه يعني تقدر تقول فيه ثلاثة أربعة مدافعين يعتبرين يعني ما تقدرش تفرق بيناتهم. نعم. المستوى المتكافئ اللي بيناتهم. نعم. طيب نروحوا لأفضل مدافع في الجزائر. نقول طوغاي. نعم. طيب خلينا نشوف الآن أفضل وسط ميدان في العالم. شوف دي بروين. أفضل وسط ميدان في الجزائر. في الجزائر ولينا صعيب يعني. هناك ميريزاك، هناك بعض الأسماء التي تستحق أن تكون وتدي هذا اللقب. راك تذكرني في الجزائر وي. نعم. أن تشجيع أن يعني باش تعطى له الفرصة أكثر إن شاء الله. نعم. في المنتخب الأول نفضل ميريزاك. جميل. يلا أفضل مهاجم في العالم وفي الجزائر باش نبدأ التحديات. أفضل مهاجم في العالم هالاند. في الجزائر كي تشوف اللي غير موجود قولي غير موجود. لا نروح كاين تنين في محيوس وتاع الشاب اللي راه جاي من اتحاد خنشلة اظن بايزيد. نعم. طيب هذه كانت الخيارات الفنية أو كل ذوق الفني الذي يراها مصطفى كويسي. شفنا الآن رأيك حول أفضل لاعبين في العالم، ماذا بينا تكون الأفضل اليوم في تحدياتنا؟ يلا نبدأ إن شاء الله. We'll be right back.
فيما يخص التحديات، كان التحدي الأول كان قذفات، يعني تسديدات من بعيد، وشاهدنا أن كانت بدون أهداف، يعني ما سجل لي الأخ يوسف وأنا ما سجلت له، وهذا اللي عدنا مدة ما حضرناش، ما راناش ندربه، ولهذا كانت الحظ كثير ليوسف باش دار التعادل معايا. بالتحدي الأول مع الأخ مصطفى كويسي، الكرة الثابتة لم أكن موفق فيها للأسف شديد، يعني حاولت أنه نضمن الكرة في الزاوية 90، وحاولت أنه نضمن الكرة بحكم أنه هو في القامة تاعو شوية قصير، حاولت أنه نسردها عالية، ولكن لم أوفق في تسجيل أي هدف. فيما يخص التحدي الثاني اللي هو كذلك الكرات العالية، كانت يعني شيقة، وكنت قدرت أنا في واحدة من الثلاثة نضرب واحدة مليح، ولكن لقوة الحارس ما دخلت. في التحدي الثاني في الكرات العرضية، كانت كرات العرضية جد قوية، تمكنت أن نصد له الكرات، لكن في نفس الوقت ما كنتش موفق باش نسجل في أي كرة عرضية، ربما الحرارة في الملعب أثرت علي نوعا ما. التحدي الثالث كان نتذكر كان ضربات الجزاء،
ضربات الجزاء كنت يعني حقيقة سجلت كانت 3-3 وكذلك يوسف على باله بلي انا مانيش حارس مرمات استغل هذا الظرف وسجل عليا 3 اهداف. في المواجهات المباشره فاس فاس مع الغارديا ما كنتش نتوقع انه يعرف كيف يغلق الزاويه تاعو، غلق لي الزاويه الاخ مصطفى كويسي وقدر يتفوق عليا في هذا التشالنج. صراحه ما كنتش نتوقع يكون عنده هذا المستوى. التحدي الرابع وجها لي وجه، وهنا ما خليت حتى فرصة الأخ يوسف وسجلت له نظن هدفين من الثلاثة، وهو سجل علي نظن كنت تغلبت عليه في هذا التحدي. إذن في التحدي الرابع مشاهدينا انتهى بالتعادل، سجلت كل ما علي وسجل كل ما عليه، لم أتمكن من تصدي لأي ضربة جزاء، شتو يثير لي بيناتي في الأرض، ويعني كيكون حارس مرمى طويل القامة تسدد له في الأرض كنا نقطة ضعفه، تمكن أنه يسجل علي بكل سهولة كل ضربات الجزاء. وفي الاخير تحدي تاع الركنيات كانت يعني كانت فيها نديه وكنا الاثنين ما كنت تفوق عليا يوسف حقيقه تفوق عليا بواحد مقابل صفر، ونشكر على هذه المنافسه وكل من ساهم في هذه التمارينات، وربي يحفظكم.
إذا في التحدي الخامس تمكنت أن نتفوق على الأخ مصطفى كويسي، سجلت ركنية وتعادلت معه في مجموع كل هذه التحديات عن طريق تسجيلي لهدف عن طريق ركنية مباشرة. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم. قبل ما نختم نقدم تحياتي الخالصة إلى مدير العام لملعب طال بيضاء السيد أحمد فرجاني، وأيضا إلى مسؤول العتاد في نادي شباب طال بيضاء قادر حكيم، تحياتنا الخالصة لهم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لمسك الختام، فأخر الكلام سلام الله عليكم.